المترشح الحر عبد المجيد تبون. نهار الخميس كان في جانيت، ويعني كان تجمع اكسترا اوردينر صراحه. جاءوا الاعيان والكبار تاع التوارق اللي نحيوهم. اعطيني عبد المجيد تبون المترشح الحر في جانيت. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ابائي اخواني سيري. اخواتي اعيان شباب اطارات ولاية جانت ولاية اليزي ولاية تمراسط ولاية عين صالح ولاية عين قزام ولاية برج باجي مختار ولاية اضرار، اسمحوا لي باسمكم جميعا أن أرحب بالضيف العزيز بالضيف الكريم ألا وهو المترشح الحر للانتخابات الرئاسية المسبقة للسابع من شهر سبتمبر 2024. أعبس هذا المترشح الحر عبد المجيد تبون وين؟ في جانيت. في جانيت.